مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رسائل سينما، أسعد الله أوقاتكم. كثيرة هي الأحداث والوقائع التي تخرج عن دائرة الضوء في الإعلام، ربما لأن إشهارها يلفت انتباه الرأي العام إلى أمور لا يود البعض سماعها. موضوع فيلمنا لهذا الأسبوع يتناول حقبة تاريخية مهمة لمجتمع عراقي صامت لم يستنطق طوال عقود، إنسان الجنوب العراقي أمام عدسة المخرج عباس فاضل، ومن خلال فيلمه فجر العالم المنتج عام 2009 يسلط الضوء على معاناة سكان الأهوار وعلى الإهمال الذي يلقونه بعكس ثرواتهم الطبيعية التي تلقى كل رعاية واهتمام من السياسة العراقية والعالمية أيضا. عباس فاضل يتبنى أول أفلامه أو يبني أول أفلامه الروائية على ثالوث الحرب والحب والفقر. نتعرف أولا إلى هوية الفيلم وأبطاله من خلال هذه الفقرة. فجر العالم أي Dawn of the World هو فيلم روائي طويل للمخرج العراقي عباس فاضل الذي كتب السيناريو بنفسه. أدت الممثلة الفرنسية من أصل تونسي حفصية حرزي دور البطلة زهرة، وأدى وليد أبو المجد دور ابن عمها مستور، وقامت الممثلة الفلسطينية هيام عباس بتأدية دور أم مستور. أدى الممثل اللبناني كريم صالح دور المجندي رياض، فيما أدى الممثل المصري سيد رجب دور الحاج نوح. أما زنجي صديق مستور فقد أدى دوره الممثل محمود نجوي. نال عباس فاضل جائزة أفضل سيناريو في مهرجان بيروت السينمائي، كما نال الفيلم جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان الرباط الدولي، بالإضافة إلى جوائز أخرى. أنتجت شركة ADR Productions الفيلم عام 2009 بالاشتراك مع ريزو فيلمز انترناشنال وبدعم من صندوق الدعم السينمائي ووزارتي الثقافة والخارجية. مستور شاب عراقي يطمح لعيش حياة كريمة في العراق في وقت يخضع فيه البلد للحرب، إلا أن هذه الحرب تحول دون قدرته على البقاء قرب عائلته وزوجته زهرة. ما هي التفاصيل التي ترافق هذه الحرب وكيف انتهت؟ نشاهد معا قصة الفيلم. فجر العالم هو قصة الفقر والحب والحرب في أهوار جنوب العراق. تبدأ أحداث الفيلم عام 1983 على إيقاع الطفولة، حيث يتواعد أبناء العم زهرة ومستور بالزواج. أنت خطيبتي، من يقول أنت بتعمي؟ وبعد 7 سنوات ينفذ مستور وعده لها فيعقدان القران، إلا أن الجيش العراقي يستدعيه للمشاركة في حرب الخليج، فيما تبقى زهرة بانتظاره. يتعرف مستور أثناء الحرب إلى جندي من بغداد يدعى رياض، وينجوان معا من مخاطر الحرب، إلى أن ينفجر لغم يودي بحياة مستور بعد أن يوصي صديقه بالزواج من زهرة والاعتناء بها. يذهب رياض إلى قرية الحفيظ ويطلع عائلة مستور على الخبر، ولأن البلد في حالة حرب فالجميع في الأهوار متخوفون من تداعياتها ومن دوريات الجيش العراقي ومن الطائرات الأمريكية التي تحلق فوق بيوتهم. وبعد مرور شهرين على حرب الخليج يقرر رياض العودة إلى الحفيظ وإطلاع زهرة على وصية مستور الأخيرة وطلب يدها للزواج. مستور انطاني هاي المراية. وفي الوقت الذي يحاول رياض إقناع الحاج نوح بتسهيل الزواج من زهرة، يأتي الجيش العراقي ويقبض على رياض باعتبار أنه فار من الخدمة. يختتم الفيلم بعودة رياض من السجن ليجد أن ألسنة الحرب قد قتلت رجال القرية باستثناء زهرة ووالدة مستور وفتى من العائلة. أظهر المخرج من خلال شريطه السينمائي ذكريات عاشها في العراق وتجارب خاضها في وطنه إبان الحروب المتلاحقة التي عصفت بالبلاد والعباد عشرات السنين. فالإنسان العراقي بحسب الفيلم مثقل منذ نعومة أظفاره بجرائر الحرب وويلاتها، فما أن يهدأ له بال إلا ويشن جيشه حربا جديدة
فيرغم مجبرا على الالتحاق بصفوفه والعيش مع أهله بين الموت والحياة. هذا الفيلم ومن خلال تجربة مخرجه وكاتبه أراد أن يحمل مسؤولية ما جرى للنظام العراقي السابق والذي لم يكد ينتهي من حربه مع إيران حتى زج بمواطنيه في حرب الخليج الثانية، وعمل لذلك على حشد العسكر وتجميع شبابه على جبهات القتال. لم يأتي هذا الفيلم شاهدا على تلك الحروب بقدر ما ركز اهتمامه على نتائجها وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع العراقي ككل. أنت شو اسمك؟ مستور الضيعان. قل لي يا مستور يا ضيعان، شو تقول لو تروح تشوف دنيا والجيش يدفع لك أكلك ولبسك؟ ما تريد تتمدن شوية؟ تبقى عايش هنا بالطين بدل ما تمشي على الضلال الواسعة؟ وليش يمشي؟ حتى يتعب نفسه بالخالي بلاش؟ الله ليش خلق لنا رجلين؟ غير حتى نمشي؟ اللي يمشي ما يلقى غير المصايب. خذ الحكمة من حلق المعادي. الإنسان حياته بإيده. لما يجي واحد ويقول له تعال وياي وخاطر بحياتك، لازم يقدر يجاوب. شكسب إذا جيت وياك؟ أو خلينا فكر، ولا يلعب عليه ويخسر كل شيء. تحكي بربح وخسارة والعدو على الباب. أنتم المعدان ما تعرفون الواجب. لا لا نعرف الواجب، لكن احنا ما عدنا حقوق. تضحياتنا بالحرب ويا إيران ما جابت لنا شيء، عايشين بنفس الفقر. ومن يشتك الحكومة تجاوبنا بالتهديد والإهانات. هذا بالضبط ما أراد قوله عباس فاضل مخرج هذا الفيلم وكاتبه. فالجندي في أرض المعركة لا يغريه من يكفيه طعامه وشرابه فقط، إنما يبحث في أعماقه دوما عن عقيدة يقاتل لأجلها وعن هدف نبيل يموت في سبيله، فضلا عن حماية أهله وأرضه. فها هو مستور يذهب لخوض حرب لا يد له فيها، لكنه مجبر على خوضها، مجبر على ترك أمه وزوجته دون من يعيلهما، وهو لذلك مجبر أيضا على رؤية الموت حوله وبين عينيه. فجر العالم أراد أن يبين الهدف من القتال في نفوس من أدمن الحرب وألف لغة السلاح. أراد أن يسلط الضوء على نفسية الجندي خلال الحرب، بعيدا عن الغايات والمكاسب التي يسعى قادة الحروب وراءها. لنتابع. لا تعوفني، انت يا الزهرة، انت يا الزهرة، قولي لها، انت تعرف شي تقول لها؟ قالت عندي اخ شهن الزواج ويرعاه. اسمع رياض، انت مثل اخويا، ليش ما تتزوج زهر؟ انت بس قولها فكرتي، ارادتي الاخيرة. شيل اخ، اريدك تذبنا بالنار هناك بلكت الروج وشرفنا الحفيظ. لماذا يوصي مستور صديقه رياض بان يرمي جثته في النهر؟ علها تصل الى قريته،
لماذا يطلب إليه أيضاً أن يرتبط بزوجته من بعده؟ كاتب السيناريو يؤكد من خلال هذا المشهد على رغبة الإنسان بالخلود بعد الموت وعلى قوة ارتباطه بأهله وأرضه حتى وهو في العالم الآخر ليذهب وقد هدأت روحه في مثواها الأخير. ويذهب رياض إلى قرية صديقه لتنفيذ الوصية فيعجب بزهرة ويطلب منها الزواج، لكن شخصية رياض هنا تعيش صراعا من نوع آخر، فهو بغدادي المنشأ يعيش وحيدا دون عائلة، وجد في بيئة زهرة صعوبات شتى لم يعتد عليها، لكن حبه لبناء العائلة ولمجتمع ينتمي إليه دعاه لترك بغداد والعيش في بيئة الأهوار القاسية حيث الفقر والجوع والأوبئة لا تقف عائقا أمام طلبه للحياة وانتمائه لمجتمع يهتم به ويسأل عنه. لنتابع. الموت علينا حق والمؤمن يتلحى في لقاء ربه. أقول لك شو تقول؟ الأمريكان يوصلون لهنا؟ الله يعمي عيونهم يخليهم يوصلون لهنا. يقولون عنا مسمان وحمر مثل الخنازير. مسمان وحمر. ما أدري شنو اللي يخليهم يعفون ديارهم ويروحون يهدون ديار الآخرين. لازم ينطوهم خوش راتب. الله يا وليدي أحسن راتب ما يعوض عن شوفة الأهل. الإنسان ما له قيمة بعيد عن أهله. مثل الشجرة المنزوعة من القاع. شو نقدر نسوي ضد هذا؟ طيار واحد يدوس دقمة يمحي قريتنا من الوجود. كما رأينا فهذا الفيلم يصور الإنسانية وهي تسحق ببطش العسكر، فلا يعود الإنسان العراقي يعلم من يريد قتله أولا، أمريكيو حرب الخليج أم بعثيو صدام أم لدغة السم القاتلة في حشرات الأهوار، أم ترى هو الخوف نفسه من كل أولئك المتسابقين على إنهاء وجوده. كل هذه التداعيات وجرائر الحرب التي يعيشها الإنسان في العراق تترك في ذاكرته جرحا غائرا وبصمة سوداء تتلقفها الأجيال من بعده لتكبر وقد حملت معها جراح الماضي ومعاناة الحاضر وانتقام المستقبل.